اهلا بحضراتكم من جديد. في البدايه طبعا برحب بنجومي اللي مشرفني في الاستوديو، برحب بالنجم الكبير محمود نعمان لاعب الفريق الاول لكره اليد بنادي الاهلي. اهلا بيك يا محمود. اهلا بحضرتك يا كابتن، منورنا في قناه النادي الاهلي. حضرتك ربنا يخليك. ومشرفنا طبعا حارس المرمى، حارس مرمى النادي الاهلي، واللي ما شاء الله يعني من الشباب الواعدين جدا في حراسه المرمى وقدامه ان شاء الله مستقبل باهر، معانا عبد الرحمن طه. ازيك عبد الرحمن؟ ظهرك منورنا. منورنا كله تمام. يمكن اجي لك يا نعمان، انت طبعا اول مره تعرفنا هنا في الاستوديو. كنا اتكلمنا قبل الموسم يبتدي، وكنت ده اول موسم ليك مع النادي الاهلي. يعني كلمني تقييمك للسنه اللي انت فيها، هل انت راضي؟ هل انت خدت خطوه لقدام؟ كلمني عن تقييمك للفتره اللي انت قعدتها في النادي الاهلي السنه اللي فاتت. اكيد طبعا اول سنه في النادي الاهلي ما بتبقاش سهله، يعني بيبقى برده فيها شويه صعوبات لما الواحد بيتعود على الجو والضغط وكده. الدنيا مختلفه عن اي نادي يعني كنت بلعب فيه وكده، بس اكيد اخدت استفدت حاجات كتير يعني في الماتشات وفي ماتشات القمه بالذات. يعني يمكن كمان بطوله افريقيا اتاجلت، لو كنا لعبناها كانت هتدي خبرات اكتر، ويعني هتديني يعني مع الفرقه ماتشات قويه يعني اقدر العبها معاهم يعني. صحيح.